صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله وسلم عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ويعسو بالدين، صلى الله وسلم عليك وعلى بضعتك البتول فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله وسلم عليك وعلى ولديك وصبطيك الحسن والحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، روحي العالمين لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء، غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على من غسله دمه، سلم على الحسين هذه الليلة، هذه أول مصائب يوم عاشورة واقعة الطاف، خروج الحسين عليه الصلاة والسلام، كان خائف، لكن خائف على ماذا؟ خائف على الرسالة. السلام على من غسله دمه والتراب الذاري عليه كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشه، وأين قبره؟ وفي قلوب، هنيئا لكم يا مؤمنين، وفي قلوب محبيه قبره. السلام على من سبيت حريمه، السلام على من حمل على القناة راسه، السلام على من ذبح في حجره فطيمه،
السلام على من حز كريمه أحرم الحجاج أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور إلى يوم القيامة يا أبا عبد الله نحن محرمون حزنا عليك يا ابن رسول الله إلى يوم القيامة يا أبا عبد الله الدموع تذرف عليك يا ابن رسول الله أحرم الحجاج عن لذاته بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرمين ومن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومسايا واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين صح وحسينا 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 وحسين لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النورى يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر عن قلب عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب يلا وصل صوتك إلى قبر الحسين إلى ضريح الحسين وأشياب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عاريا منجدلا يا الله وكأني بلئيم الأصل شمر وحسينا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا
ويزيد في لذاته متنعم، ويضيق الدنيا على ابن بنت محمد حتى تقاذفه الفضائل أعظم لم يدر أين ينيخ بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم أنا حجيمه بالحياج، أنا حج يوم عاشور، والله أنا حجيمه بالحياج، أنا حج يوم عاشور، وجسمي الكعبة والحجاير نحر المنحور، وحجر النبي إسماعيل ابني الأكبر المبرور، وما مبيت في منى بطفوف الغادرية، أوالي أوالي أوالي، أما نزع المخيط نزع يمخيط الأفراح، ولبس الأحرام ألبس للحروب، للحروب درع وسلاح، والكعبة المعركة البيها تروح لرواح، بيها سبع مرات اطوف بخيل وعلى، والحجر الأسود أبا عبد الله والحجاير هل يستلم واعتني له، ابني الأكبر إذا جيت أناجي الإثم وأحبه وأمد إيده ورجله وعليه أصلي عد مقام ما وليت، والله وبين الصفا الخيمة ومروى جثث الأحباب أسعى ولبي بالبكاء أو من القلب ذاب، والهرولة والهرولة يا أبا عبد الله يقول إذا سقط ولدي علي الأكبر أهرول إليه، إذا سقط ولدي القاسم أهرول إليه، إذا سقط أخي العباس أهرول إليه، إذا سقط عمنا حبيب أهرول إليه، والهرولة يا لمن يخور بالمعركة شاب
لازم لازم هرولة وحمل صوب الخيام. أبا عبد الله الحاج يقصر، الحاج يحلق شعره، أنت أبو علي قال وبدال حلق الراس يا الله يا رسول الله، وبدال حلق الراس راسي يقطعونه، والله وبدال حلق الراس راسي يقطعونه، لن ترض الخيل أعضائي والعظام. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت للإصلاح في دين جدي محمد. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردني أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الظالمين. هذا الخطاب هو كتاب كتبه أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إلى أخيه محمد بن الحنفية، وابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم قال: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت للإصلاح، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ذكر أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام بعض الصفات، من تلك الصفات صفات مذمومة يرفضها أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، وصفات يدعو إليها بل قام لأجلها وحث عليها، فقال: إني لم أخرج أشرا. ما معنى الأشر؟ الأشر هو الطغيان الزائد عن الحد، فلان يأخذ أكثر من حقه، وليس حقه فقط بل أكثر من حقه، فهذا فلان أشر، يعني أخذ أكثر من حقه. فالأشر هو الطاغي الذي يأخذ أكثر من حقه. لذا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما أقبح الأشر عند الظفر، والكآبة عند النائبة، والقسوة بالجار. أمير المؤمنين يقول: الأشر إذا ظفر بالمخالف فإنه يفعل به أفعالا قبيحة. ما أقبح الأشر عند الظفر والكآبة عند النائبة والقسوة على الجار. أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لم أخرج
كطاغية كطاغية العصر يزيد ابن معاوية، أنا خرجت ضد يزيد ولا أريد أن أطغى في البلاد، لم أخرج أشرا ولن أخذ أكثر من حقي، أنا امتنعت عن البيعة ولن أخذ أكثر من حقي، أنا سأأخذ حقي، لأن هؤلاء القوم أجبروا أبو عبد الله الحسين على البيعة، وإلا سوف يهدر دمه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فقال إذن أنا لم أخرج أشرا، أنا خارج للدفاع عن نفسي وأخذ حقي وليس أكثر من حقي، ولم أخرج لأطغى في البلاد، ولم أخرج بطرا، والبطر من هو؟ هو المتعالي المتكبر، فلان بطر على الحق، نقول فلان بطر على الحق يعني متعالي، فلان بطر على النعمة يعني متكبر متعالي على النعمة. الحسين عليه الصلاة والسلام يقول أنا لم أخرج بطرا يعني متعاليا متكبرا ولا ظالما ولا مفسدا، المفسد عكس المصلح، فإذا المفسد يعني المخرب، في بعض الأحيان بعض الثورات التي تقوم ثورات تخريبية، ثورة الحسين ليست ثورة فساد يعني ليست ثورة تخريب، بل ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ بل خرجت للإصلاح. إذن هناك فساد، فساد في المجال مثلا أو الجانب الاجتماعي، فساد حتى في الجانب الاقتصادي، صاروا يلعبون ببيت مال المسلمين بأموال المسلمين وبمقدرات المسلمين، فساد أخلاقي فساد اجتماعي فساد سياسي، إذن اضطراب من كل النواحي ومن كل الجوانب. كان يهم أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أن يصلح هذا الفساد، خصوصا الفساد الأخلاقي والاجتماعي الذي تفشى، والذي تفشى بسبب وجود يزيد وبوجود الدولة الأموية. وطبعا الإصلاح من كل النواحي دعا إليه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من الصدقة؟ الصلاة المستحبة أن يقوم المؤمن ويتنفل أو يصلي صلاة الليل، يقول النبي نعم هذا مستحب له أجر عظيم، لكن ألا أخبركم بما هو أفضل من هذا العمل العظيم؟ صلاة النافلة، الصيام المستحب له أجر عظيم، النبي يقول ألا أخبركم بما هو أفضل من الصيام؟ الصدقة، ألا أخبركم بما هو أفضل من الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة. ما معنى الحالقة؟ يعني الشؤم، الحالقة يعني البلاء السوء. فيقول أنت إذا رأيت أخوين قد تخاصما، رأيت جارين قد تخاصما، رأيت زوجين قد تخاصما، مجتمع بينه وبين بعضه مثلا خصومة، وأنت
تقدمت وبادرت في الإصلاح بين هذين الزوجين، في الإصلاح بين هذين الجارين، قدر إمكاناتك وقدر حكمتك، وأصلحت بينهما، قمت بعمل أفضل من ماذا يقول النبي؟ أفضل من أن يقوم العبد صلاة الليل مثلا، أو يقوم بصدقة، أو يقوم بصيام مستحب. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنت تصلح بين زوجين، بين جارين، بين أخوين، هذا دفعت مفسد بينهما، دفعت سوء بينهما، دفعت عنهما مثلا البلاء اللي يتحتم على التفرقة في هذه الأسرة مثلا. فالنبي يقول: إصلاح ذات البين خير من الصلاة النافلة، الصوم النافلة، الصدقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني فيها مفسد لهما. فإذا هنا أنت تقوم بعمل عظيم. أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته وهو على فراش الموت يقول لولده الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام: بني حسن، بني حسين، أوصيكما ومن بلغه كتابي هذا، يعني كتاب عبر الأجيال، كل من يقرأ هذا الكتاب أو يسمع هذا الكتاب أنا أوصيه أيضا بهذا، أوصيكما ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله وإصلاح ذات بينكم، فإن إصلاح ذات البين خير من عامة الصيام والصلاة. فالحسين عليه الصلاة والسلام يخرج لهذه الغاية، لهذا الهدف، لإصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع من كل الجوانب التي فسد فيها المجتمع الإسلامي. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وطبعاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الفقهاء واجب على المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنه إذا لن يصيبني ضرر أو لن ألقي بنفسي إلى التهلكة، إذا أنا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فواجب. أما إذا شعرت أو احتملت أني إذا أمرت فلان بالمعروف ونهيته عن المنكر سوف يضربني مثلا، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سوف أتعرض للضرر، للسباب مثلا، فأنا في هذه الحالة معفي، لا يجب علي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وترى النبي له خبر عجيب، يعني يقول في يوم من الأيام أو في زمان من الأزمنة سيأتي على الناس يوم لن يتمكنوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يقول: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ أجارنا الله وإياكم وأنتم أبناء هذه المنابر، إن شاء الله منزهون عن هذا. يقول: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ لعله العالم ينظر إلى مجتمعه فيراهم في فساد مثلا، ولكن لا يستطيع أن يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. الأم ترى ابنتها، ترى ولدها مثلا في غير الصلاح، فلا تستطيع أن تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، خوفا من أن يضربها مثلا، أو يشتمها مثلا، أو يعرض عنها مثلا، تداري خشية منه مثلا.
يقول النبي صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ اتعجب الصحابة، قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ معقولة سيأتي زمان هكذا؟ قال: بل أكثر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أجارنا الله وإياكم من هذا الزمان وهذا الفساد بفضل منابر الحسين وبفضل النهج على خط محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فالحسين عليه الصلاة والسلام إذا تحدث كله قيم، كله تعاليم، كله مبادئ. لذا عليه الصلاة والسلام يوم العاشر من المحرم يقف أمام ذلك الزحف، ذلك الجمع، فيقول عليه الصلاة والسلام: وأراكم قد أجمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فبئس العبيد أنتم، نعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. ثم يقول: انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، ألست ابن بنت نبيكم؟ أولم يقل رسول الله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم بأنهم سمعوا هذه المقالة عن جدي في وفي أخي الحسن. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فأخذوا لا يكلمونه. الحسين عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنا صادق ولا أكذب ولم أعرف يوما الكذب، لأني أعلم أن الله يمقت الكذاب، الله يبغض الكذاب، ولكن إن كنتم ترون ذلك اسألوا صحابة رسول الله من هوان الله في الأرض أن الحسين عليه الصلاة والسلام لا يصدق ويصدق غيره. فقال: على كل حال، إذا كنتم لا تصدقوني وتصدقون غيري سلوهم: أولم يسمعوا هذه المقالة عن جدي رسول الله؟ في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. فماذا فعلوا؟ يقول: فأخذوا لا يكلمونه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا. رماهم بالتباب، يعني الاستئصال من على وجه الأرض. لماذا؟ لأنها زمرة ظالمة تعدت على من؟ تعدت على آل الرسالة، تعدت على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بماذا؟ بأن بعث يزيد 30 شيطانا وأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هكذا طاغية يأمر بقتل ابن بنت رسول الله، ابن الزهراء، ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. فالحسين عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب يبعث قيم ومبادئ أيضا ومثل لعله يتعظ القوم.
ولكنهم لم يتعبوا. أيضا من المبادئ والمثل والخلق الرفيع يتجلى في شخص أبي عبد الله، وليس فقط في قوله، حتى في شخص أبي عبد الله الحسين. فقد تعجب منه أصحابه، تعجبوا من شدة تعلقه بالله، من شدة قربه من الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام كان ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقرأ هذا الدعاء ودموعه تذرف وهو يقول: إلهي ألمقامع الحديد خلقت أعضائي، إلهي ألمقامع الحديد خلقت أعضائي، إلهي ألالحميم والزقوم خلقت أمعائي، إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، إلهي لئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. هذا الحسين عليه الصلاة والسلام. فقال له شريح القاضي: ما أشد خوفك من ربك؟ فقال له الحسين عليه الصلاة والسلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. فالحسين هنا يعطينا قيمة تربوية، وهي الخوف من الله وشدة التعلق بالله سبحانه وتعالى. ورأوه يوما من الأيام متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: إلهي عبيدك ببابك، إلهي سائلك ببابك، إلهي المحتاج إليك ببابك، إلهي الفقير إليك ببابك. وهو يبكي. قالوا له: أنت ابن رسول الله وتقول هذا القول وتقول هذا الكلام؟ فرد عليهم وهو دموعه جارية، قال: البكاء من خشية الله نجاة من النار يوم القيامة. فكان شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى حتى تعجب منه أصحابه، حتى تعجب منه القريب والبعيد، وقالوا: ما أعظم خوفك من ربك يا أبا عبد الله. وأيضا في خلقه يتجلى السمو وتتجلى الرفعة، وهو مدرسة في خلقه عليه الصلاة والسلام. فكان له عناية، يولي عناية خاصة بطبقة الفقراء والمساكين. وحتى هذه الطبقة عندما نقرأ في سيرة حياته وكيفية تعامله مع هذه الطبقة يعطينا قيمة، يعطينا تعليما. يعني مثلا الأب يعطي صدقة للفقير، ابنه يشاهد ذلك يتعلم منه، لكن أن تكون هذا العطاء مدرسة يستفيد منها الأجيال جيلا بعد جيل من خلال أبي عبد الله الحسين. كيف ذلك؟ يوم من الأيام أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام كان يصلي نوافله، ودخل مسجد رسول الله رجل فقير الظاهر غريب عن المدينة، فرأى الحسين عليه الصلاة والسلام يصلي، جاء وجلس بجوار أبي عبد الله. تقول الرواية: فخفف الحسين صلاته ثم لم يسأل هذا الفقير، من مظهره عرف أنه محتاج، فدعا بما يوجد لديه، أتوه ب4000 درهم، فأخذها الحسين وأعطى هذا الفقير، لكن لم ينظر إلى وجهه، أعطاه دون أن ينظر إلى وجه ذلك الفقير.
الفقير بكى. أنت تصلي وعشان أنا جلس بجوارك تخفف صلاتك وتذهب تأديني بأربعة آلاف. فبكى هذا الفقير. الحسين عليه الصلاة والسلام قال: أستقللت ما أعطيناك؟ أخاف قليل لا يكفيك. قال: لا يا أبا عبد الله، كثير وأغناني، ولكن أبكي على يدك وجودك، كيف يأكلها التراب؟ يعني أنت خالد، مثل هذه الشخصية لا تموت، تخلد. سألوا أبو عبد الله، قالوا: يا ابن رسول الله، رأيناك تعطي الفقير لكن لا تنظر إلى وجهه. قال: أستحي أن أرى ذل السؤال على وجهه، ما أستطيع أن أراه، لأني لا أستطيع أن أرى ذل السؤال على وجهه. يقول أبو عبد الله: لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه التراب، لولا هالثلاثة ما نكس رأسه ابن آدم، كل رافع رأسه، لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه التراب، الفقر والمرض والموت. الفقر ينكس الإنسان رأسه لأنه فقير محتاج، المرض يجعله عاجز ما يستطيع يرفع رأسه، الموت يقف العبد أمام الموت في رهبة فينكس رأسه أمام الموت. يوم من الأيام جاء فقير، فالحسين عليه الصلاة والسلام أمر له فأعطي المال. صار ذاك الفقير يعد المال، الفقير يعد المال. فقال له الحاجب: أبعتنا شيء؟ يعني العادة إذا واحد باع شيء وسلموه المبلغ يعد المبلغ صحيح أم قليل. أبعتنا شيء لتعده؟ فرد الفقير قال: نعم، بعتكم ماء وجهي. فقال الحسين عليه الصلاة والسلام: لقد صدق الرجل، اعطيه ألفا لماء وجهه. هذا الحسين عليه الصلاة والسلام إذا تصدق على الفقير صدقة تكون مدرسة عبر الأجيال، إذا تصدق على الفقير هذه الصدقة تكون مدرسة تعليمية، قيمة أخلاقية يتعلمها العبد من الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا قال عليه السلام: يا ابن آدم تفكر، ترى هذه الدنيا زائلة. هو يوم العاشر قال: الحمد لله الذي جعل الدنيا دار بلاء واختبار، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية، لأنها زائلة. فيأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نكون زاهدين متواضعين في هذه الدنيا. يا ابن آدم، الحسين يقول عليه الصلاة والسلام: تفكر وقل أين ملوك الدنيا الذين احتفروا الأنهار وغرسوا الأشجار، فارقوها وهم كارهون، ونحن عما قريب بهم لاحقون. يا ابن آدم، اذكر مصرعك وفي القبر مضجعك وفي الحساب موقفك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بخط أبي عبد الله الحسين وعلى نهجه ووفق مدرسته عليه الصلاة والسلام. والحجاج كلها تأتي لتحج بحج الحسين عليه الصلاة والسلام، وإذا بأبي عبد الله الحسين يصعد المنبر والناس كلها جالسة لتسمع تعاليم الحسين، لتسمع الأحكام الشرعية حول الحج ومناسك الحج، وإذا بالحسين عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله وبالله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة.
وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأكبدة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطئا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا مصبحا غداة غد إن شاء الله. وصارت الناس واضعة رؤوسها بين ركبتيها وتبكي، وهي قد علمت أن الحسين عازم على الشهادة. دخل على الحوراء زينب عليها السلام، فشمت منه رائحة الطيب، قالت: أولست محرما يا أبا عبد الله؟ قال: أحللت من إحرامي وجعلتها عمرة مفردة. لماذا أبو علي؟ قال: يزيد بعث 30 شيطانا وأمرهم بقتلي ولو كنت متعلق بأستار الكعبة. أخي عباس، جهزوا المحامل، ركبوا النساء والعيال والأطفال، جهزت النياق، جهزت المحامل، وأبو الفضل ماسك بلجام ناقة الحوراء زينب. والله الزم لي الهودج ليميل يا عباس، جني أعاينها مصيبة شيب الرأس. يوم الذي راعي الشيام أنوى يشد الراحلة، جاب المحامل للحرام كل فرد جدد حدلة. صد لعد زينب مبتسم، عباس راعي المرجلة، قال لها: يا مهجة علي قومي نروح الكربلة. قالت: يا خويا محملي منه الذي يتشفل؟ قال لها: عيناش بشري خدرج نود نتمثل. طلع نوع عباس يحادي والزلم ضجه لاهلة، كل ساعة وعباس ونازل محمل الحر يعدل. صد لإحسن وناشدة: شنهي نازلتك بالفال؟ قال له: يا خويا نازلتي تدري بختنا مدللة، ما تحمل الذل والهضم، فطمة على العز والعول. هذا يوم يا أبا الفضل ويوم آخر، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة. شمر الخنا يا الله يا رسول الله، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. شمر الخنا يبر الحرام وبصوتي يضرب حرمل، صح ونادي وحسيناه
وسيدا. سبحان الله، صادف خروج الحسين دخول عبد الله بن جعفر الطيار، وكان مستأنس أنه سيلاقي الحسين بينما غلامه يقود الراحلة، وإذا بالغلام صاح: الله أكبر يا ابن جعفر. غلام لمكبر قال: إني أرى غبرة من ناحية مكة، بني حقق النظر وعجل المسير وانظر ما تحت هذه الغبرة. صار الغلام يعجل المسير ويحقق النظر، ثم قال: الله أكبر يا ابن جعفر، أرى قطارا من النياق خارج من مكة. بني، ما يصير اليوم الناس تخرج من مكة، اليوم الناس كلها تدخل مكة. بني، حقق النظر وعجل المسير وصف لي هذه الضعينة. قال: أبتا، أرى ضعائن، أرى رجال، أرى نساء، أرى رايات. قال: بني، لقد طار قلبي وهوى لبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بني، صف لي هذه الضعينة. قال: هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين، عدهم هوادج وظن وياهم نساوين. هذه ضعينة ماشية والله عجايب، مدرب أرض مكاش حلت من مصايب، الحاج يلفي والضعن لا وين ماشي. قال: بني، لقد طار قلبي وهوى لبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بني، صف لي رجال هذه الضعينة. قال: أبتا، أرى أمام الضعينة فارسا هصورا وضيغما غيورا. يا أبا الفضل العباس، كأن عزرائيل في قبضته، الأرض ترجف من خيفته، معه علم معقود على سنان يلمع. جدامهم فارس وشعر الراس منشور، بيد علم يشبه علم حيدر المنصور. والله جدامهم فارس وشعر الراس منشور، بيد عليم يشبه علم حيدر المنصور. حامل الراية ينتخي والسيف مشهور، مثل الأسد يبر الضعن نوب شمال ونوب يمين. قال له: بني، لقد طار قلبي وهوى لبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بني، صف لي رايات هذه الضعينة لعلي أعرفها. قال: راياتهم يا بويا، راياتهم كلها حيدرية، وأما شمايلهم بلا شك هاشمية، وهذه الهواديج فيها حريم الفاطمية، وجن على الميمون خالي حسن. الله أكبر يا ابن جعفر، قم، هذا خالي الحسين، هذا العباس، هذا القاسم، هذا علي الأكبر. بنو هاشم خرجوا من مكة، ترجل عبد الله بن جعفر من على ظهر دابته، واضعا يدا على راسه، يدا على خاصرته. الله سلم على الحسين، أيام سلام على أبي عبد الله الحسين، سلم على أبي عبد الله، مع عبد الله بن جعفر. صاح: السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. قلب سايلك يا نور،
نور عرش الله الوهاج. يا كعبة الوفاد حاجة كل محتاج، إلى وين هالشيلة وباكر موقف الحاج؟ قال لي اريد الحاج برض الغادري. أبا عبد الله يا ابن رسول الله، إن كان قصدك للسفر يا ابن الأماجد، ريض ضعونك يا حبيبي وعيد العيد. قال لي ودمع العين فوق الخد تبديد، أنا حجي وسعي في طفوف الغادري. قال له أبا عبد الله يا ابن رسول الله، لكن الحاج لازم يضحي، وين أضاحيك؟ من شروط الحج أضاحي، وين أضاحيك أبو علي؟ نادى بني أبا الفا: بني أخي، بني علي، أقبل إلي فأقبل. قال: وين أبو الفاضل؟ أقبل العباس. بني قاسم: أقبل إلي، أقبل القاسم. ثم أتى إلى محمل الرباب، قال: رباب، إلي بولدي عبد الله الرضيع. أقبل بالعباس، أقبل بعلي الأكبر، أقبل بالقاسم، أقبل بولده الرضيع. قال: لا عندي ضحايا، ما حد ضحى مثلهم، عندي ضحايا كربلاء شبان كلهم، الأرض ترجف والسماء تندب لجلهم، هل تعاينهم ضحايا الغادري؟ قال له: إذن أبا عبد الله، أنت عازم على الشهادة، أنت عازم على الموت. قال: نعم نعم يا ابن جعفر. فاعتنقه طويلا، عانقه طويلا. أريدك توصل صوتك إلى أرض كربلاء ومع عبد الله بن جعفر، وتوصلها إلى ضريح الحسين عليه السلام. قال: في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبته، في وين حجك والمناسك، وين هديك والنحار؟ تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبة. آخ، هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف، لازم لازم أضحي بهالصناديد اللي حولي وقوف. هذا جسمه مقطعينه وهذا مقطوع الجفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم: يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا كريم، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، طالب حاجة في مجلسنا وبالخصوص من سألنا الدعاء، اللهم اقض حوائجهم، يسر أمورهم،
فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا كريم. ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين وعلى من مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إن شاء الله لزيادة الأجر والثواب نشارك في اللطم والعزاء، مأجورين ومثابين وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.